عندنا تصريح لوزير التربية الدكتور محمد إقبال الصيدلي، يقول طلبنا من الحكومة تخصيص 10 مليار لنقل الكتب والمستلزمات التعليمية من مخازن الوزارة إلى المديريات في المحافظات، إلا أنها أي الحكومة اكتفت بأربعة مليار دينار فقط، ثم رفضت تسديدها بسبب التقشف. في هذه الحالة وهذا التصريح من قبل السيد وزير التربية وهو أعلى منصب في وزارة التربية، مسؤول عن المناهج، مسؤول عن المسيرة التعليمية، من 10 مليار تم تخصيص 4 مليار، ثم حتى الأربعة مليار لم تسدد لوزارة التربية، فكيف تصل المناهج الدراسية إلى المحافظات، إلى المديريات، إلى المدارس، إلى طلبتنا، ويستمر العام الدراسي والمسيرة التعليمية على الوجه الذي نريده والذي نبغيه؟ هذه مشكلة حقيقية أعزائي المشاهدين. خلال الأسبوعين الماضية، خلال الشهر الماضي تقريبا، كانت حديث وسائل الإعلام، الفضائيات، الصحف، مواقع الإنترنت، السوشيال ميديا، قسم يدعون إلى مظاهرات، حدثت هناك مؤتمرات صحفية لوزير التربية ولآخرين، لكن من نجي ونأخذ مثال على موضوع المناهج الدراسية وكيف وزعت وما هي النسبة التي وصلت من خلال التوزيع، راح نكتشف أشياء كثيرة جدا تجيب على هذه التساؤلات. عندنا محافظة صلاح الدين قامت مشكورة عبر مديرياتها بتوزيع المناهج الدراسية، ومراسلنا مشكورا قام بتسجيل تقرير لموضوع توزيع هذه المناهج. خلونا نشوف هذا التقرير وراجع لكم. الأسبوع الثاني على التوالي باشرت كوادر التربية التابعة لقضاء سامراء باستلام وتسليم الكتب المدرسية والقرطاسية بناء على توجيهات وزارة التربية، واستنفرت جميع الطاقات لإتمام العملية بأسرع وقت ممكن. تنفيذات لتوجيهات معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد إقبال عمر الصيدلي وزير التربية، واستنفرت صباح هذا اليوم ملاكات المديرية العامة لتربية صلاح الدين، وتحديدا قسم تربية سامراء، ابتداء من المدير العام إلى السيد مدير قسم الإشراف التربوي والأخوة المشرفين التربويين وإدارات المدارس، استنفرت في التواجد لغرض استكمال توزيع الكتب والقرطاسية واستلامها وتوزيعها على أبنائنا وبناتنا من طلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة التابعة لقسم تربية سامراء. توجيهات السيد المدير العام بإكمال استلام الكتب وتسليمها للطلاب، وجه السيد المدير العام أنه يكون استلام الكتب للمدارس خصوصا يوم الجمعة والسبت، يعني في يوم العطل بدون استثناء للمدراء بصورة عامة، وبالأخص مدراء المدارس الثانوية والمتوسطة والابتدائية، وبالإضافة إلى المشرفين. طبعا في يعني خصص أنه للأسبوعين على التوالي، يعني راح أكثر المدراء لاستلام أو استكمال استلام الكتب. نسبة الاستلام الحمد لله وشكر، يعني بالنسبة للمدارس يعني وصلت لـ 85% أو 90%، هذا شيء يعني مقبول الحمد لله. طبعا هذا بجهود حثيثة من المدير العام ومن تربية صلاح الدين ومن قسم تربية سامراء، ومن خلال جهود جبارة لكوادر المخازن وإدارات المدارس تم تسليم ما نسبته 80% من المناهج، والأسبوع القادم سيشهد اكتمال توزيع الكتب والقرطاسية، وذلك كله لإنجاح العام الدراسي الحالي. تواجدنا اليوم حقيقة في مخازن المديرية العامة للتربية وفي الأقضية للوقوف على توزيع الكتب القرطاسية وما يتعلق بها، حقيقة هذا توجيه من الوكيل الإداري لوزارة التربية المبلغ إلى السيد المدير العام في صلاح الدين الأستاذ مزن سرحان، وبدورنا قمنا اليوم بتبليغ إدارات المدارس كافة والمشرفين الاختصاصيين والتربويين في كافة أقضية المحافظة. تواجدنا ليومي الجمعة والسبت على آلية التوزيع، حقيقة نحن بدأنا هذه الحملة منذ أكثر من أسبوعين، تم توزيع أكثر من 80% من هذه الكتب إلى كافة المدارس. اليوم وصلتنا 8 شاحنات من القرطاسية ومن الكتب، حقيقة سيتم توزيعها بالكامل، لا يوجد هناك نقص إلا في الطبعة الحديثة، وإن شاء الله الأسبوع المقبل سيتم توزيعها بالكامل. ندعو جميع إدارة المدارس التوجه إلى المخازن لإستلام الكتب
حيث تم إيصالها بصورة كاملة إلى كافة المخازن. مديرية تربية صلاح الدين من جانبها أكدت أن جميع المناهج والقرطاسية تم توفيرها ولن تبخل بجهودها من أجل أبنائها الطلبة، إضافة لتوفير حصص المناطق المتحررة التي تم زيارتها وتذليل جميع الصعوبات التي واجهت كوادر مدارس تلك المناطق. بالأسبوع الثاني على التوالي أوعزنا بأن يكون دوام لإدارات المدارس وللمخازن الفرعية والمخازن الرئيسية في عموم المحافظة لغرض توفير الكتب والمستلزمات التربوية الأخرى إلى كافة المدارس. نسبة الإنجاز أو العمل أو وصول الكتب يتجاوز 85% في محافظة صلاح الدين، والعمل الجاري والمتابعة مستمرة من قبلنا ومن قبل الإشراف الاختصاصي والتربوي في عموم المحافظة لغرض تغطية احتياجات المدارس بالكامل. أيضا سنقوم خلال هذا الأسبوع بإجراء مناقلة مع المخازن الفرعية لأجل توفير سد النقص الحاصل في قسم المخازن ووجوده في مخازن أخرى. ندائبة المديرية العامة على عاتقها أن توفر الكتب مهما كانت الظروف ومهما كانت الصعاب من أجل إتاحة فرصة لأبنائنا الطلبة للدوام والاستمرار بالدراسة ووصول كافة المناهج الدراسية لأبنائنا الطلبة والتلاميذ. أطمن أبنائنا الطلبة والتلاميذ بأنه خلال الأيام القادمة ستكتمل الكتب بالكامل، وهناك اتصالات مستمرة مع وزارة التربية لغرض توفير هذه الكتب. الجهد كبير جدا، وأطمن أبنائنا في الشرقاط وفي المناطق الأخرى المحررة أن الكتب وصلتهم. يوم أمس قوافل من الكتب وصلت إلى قضاء الشرقاط لأجل توزيعها على المدارس، وزرنا ناحية يثرب قبل يومين أيضا كان هناك تواجد الكتب في مدارسهم، زر الثانوية الزنوبية للبنات، ولاحظت أن الكتب حتى فيها زيادة في قسم المناهج. أما الكتب التي لم تطبع لحد الآن فهي نادرة جدا وقليلة جدا، ومتابعة معالي وزير التربية لموضوع الكتب أيضا أعطانا دعم استثنائي وجهد كبير من أجل توفير كافة المستلزمات. يوم أمس كان السيد وكيل الوزير الإداري ومدير عام الإدارية متواجدين في المخازن، وتم الاتصال بهم وطمنونا على توفير حصة لمحافظة صلاح الدين، وبالفعل تم نقل 8 تريلات إلى صلاح الدين الكتب، والآن تفرق في مخازن المديرية وسوف توزع يوم غد على كافة الأقضية والنواحي في عموم المحافظة. لقناة سامراء الفضائية، مصطفى السامرائي، سامراء. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. مثل ما شفنا هذا التقرير يجمل النشاطات اللي قامت بها تربية سامراء في موضوع توزيع المناهج الدراسية. وصل عدد أو نسبة ما سلم إلى الطلبة بحدود 80%، وجاري العمل خلال هذا الأسبوع للوصول إلى نسبة 90% وربما 100% خلال شهر من الآن. هذا الجهد يعني بصراحة يشكرون عليه. احنا شفنا الطلبة شلون يستلمون المناهج، قسم من المناهج هي أصلا ما طبعت ولا سلمت، نسبة قليلة جدا حقيقة من عندها، بانتظار أن تسلم للمحافظة حتى يتم توزيعها وإيصالها إلى المدارس. احنا مواكبين هذا الموضوع من الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع وربما حتى الأسبوع المقبل، لأنه قضية المناهج ووصولها إلى أيدي الطلبة هذه قضية مهمة جدا، لأنه الطالب بالتأكيد ما يستطيع أن يحصل على المنهج من خارج المدرسة، لأنه حتى إذا هو ينباع بالسوق السوداء فمبالغة عالية جدا، إذا بعض المطابع يعني ترتئي أن تتاجر بهذا الموضوع فهذا موضوع طبعا يخصهم، لكن بالتأكيد كثير من الطلبة وتلاميذنا ما يستطيعون أن يقتنون هذا. مشكورة تربية محافظة صلاح الدين قامت بهذا الدور. معنا الأستاذ أيوب اللي هو مدير مدرسة الأوس. أهلا وسهلا بك كابتن أيوب. تكرار إن شاء الله أستاذ العزيز، حياك الله. كابتن أيوب، لو تحكي لنا شوية على موضوع توزيع المناهج الدراسية في مدرسة الأوس باعتبارك أنت مديرها. بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقة إحنا يعني في بداية العام الدراسي أو قبل ما يبدأ العام الدراسي راجعنا المخزن، قدرت الإدارات اللي تراجع المخزن يعني بالعطلة الصيفية تحصل على الكتب. حصلنا على الكتب تقريبا حدود 50% من الكتب اللي استلمناها،
كمدرستنا. بس اللي موجود هذا متوفر بإضافته إلى أنه نقطة مهمة جدا، يعني إحنا توجيهات للطلبة خلال عام الدراسة المنصرم المحافظة على الكتب، يعني الكتاب لازم نحافظ عليه على نوعيته على تجليده، حافظ الطالب أنه لازم يجلد في سبيل الاستفادة منه للعام المقبل، لأن تسير البلد وضعه الاقتصادي من زين. إضافة إلى نقطة كلش مهمة حقيقة، يعني إحنا نشكر المدير العام اللي يخلى المشرفين كلهم يداومون، يعني تلاميذ خلى كل المشرفين يداومون أيام الجمع في المخزن مع 96، وحقيقة للأمانة هاي المرأة اللي هي 96 مديرة المخزن يعني لا تولي جهد، بعكس بالتليفون إحنا خابركم تعالوا حصة هيك وجا كتاب شيء جديد، فتدري المدير اللي ما يتابع يعني يوميا أو أسبوعيا للمخزن أكيد ما يعني راح تفوت الكتب أو فنقول الكميات الموجودة اللي يستنفذ ويبقى هو المدرسة تبقى بدون كتب، بس المدير اللي يتابع المخزن ودائما باستمرار يعني كل أسبوع يروح لفت يوم أو يومين للمخزن ما أعتقد المدرسة راح تكون خالية من الكتب. نعم، أستاذ أيوب أنت مدرسة الأوس في سامراء مكانها؟ نعم. طيب نعم في سامراء. أنا أريد أسألك على عدد الطلبة. احنا عندنا عددنا حدود 360 طالب. 360 طالب، من اصل 360 نعم. طالب المناهج اللي وزعت تقريبا على 360 طالب، كم نسبة المناهج اللي فعلا الان وصلت الى 360 طالب نسبة؟ النسبة الجديد 50%. 50 او اكثر تقريبا 60%. نعم 60% بالاضافة الى الكتب القديمة هي اصلا من السنة الماضية. الكتب القديمة موجودة عندنا وصلناها 100%، بس اكو مناهج تغيرت السادي العديد. نعم مثل ايش؟ مثلا عندك الاجتماعيات في الصف السادس. نعم. اي الان احنا عملنا شنو؟ جامعه لايبرها تقريبا نص السنه، اضطرينا انه نستنسخها في المكاتب باستنساخ جيد يعني نوعيه جيده وكبسناها لهم بحيث مشابهه جدا للكتاب تقريبا، ووعدونا المخزن انه من تجي راح يجهزونا بباقي يعني في المقدمه تقريبا 25 نسخه او 20 نسخه من مجموع 56 طالب او 50 طالب حتى في صف السادس. ممتاز، يعني انتم الان استاذ ايوب المناهج تقريبا متكاملة في مدرستكم بهذه النسبة العالية وأيضا بالإضافة للكتب يعني القديمة. نعم. يعني ما يريد أن أحمد مسؤول أو مسؤولة للأمانة الستة سيد أم المخزن يعني متعاونة جدا، توجيهات سيد المدير العام توجيهات سيد المدير القسم وسيد من المدير العام أنه لازم تراجع المخزن خلال الأسبوع مرة أو مرتين، لأن كثير أنت المخزن يعني الوضع عليه عالي تجد أكثر من 130 أو 140 مدرسة في داخل سامراء وتحسب يعني تجد إرادة مراجعة إرادة كل عامل مؤثرة. جيد، طيب أثر هذا السرعة وسرعة في اقتناء المنهج بالتأكيد إلى أثر كبير حقيقة على الطلبة، أنت برأيك نعم أستاذ أيوب أنت في برأيك الآن المدارس الموجودة في محافظة صلاح الدين يعني أنا دا أشوفها بصراحة نموذج جيد للتفاعل وللنشاط وخاصة خلال الأسبوعين الماضية بحيث أنتم استطاعتوا أن توفرون كل هذه النسبة العالية بتعاون كل مفاصل تربية محافظة صلاح الدين، الأثر الكبير لهذا الأمر على الطلبة وعلى المسيرة التعليمية باعتبارك أنت الآن مدير مدرسة الأوس لطلبة متوسطة صحيح من الأول إلى الثالث متوسط، أثرهم الآن بدأوا بالعمل الفعلي وبالدراسة الفعلية بعد استكمال تسليم المناهج. والله أستاذ مثل ما تعرف إحنا يعني منذ اليوم الأول للعام الدراسي وزعنا الكتب يعني تقريبا لكل التلاميذ، أما القرطاسية الحقيقة نوعية جيدة وكفت كل التلاميذ يعني عندنا أيضا زاد أقدر أقول لك يعني عندنا زيادة أيضا صار عندنا، إضافة إلى أنه نقطة مهمة جدا يعني أستاذ الطلبة النازحين اللي لدينا يعني انت مثل ما تعرف احنا لحد الان بعد عندنا نازحين من بعض المناطق يعني خصوصا مثلا مناطق بيجي او ما مثلا مناطق الرشادات والجزرات هاي المناطق اللي تقريبا ريف بلد نقدر نقول عليها، لحد الان هم نازحين يمنا وفرنا لهم كل المستلزمات يعني حتى عندنا بعض المعلمات اشترت لهم الحقائب الدراسيه والملابس يعني الحمد لله شكرها طلع تقريبا كل البلايج، بس الان يكون في الشغل كلش مهمه يعني هاي يعني حقيقة مسؤولية وزارة التربية. بالنسبة لطالب الصف الأول أستاذ. نعم. طالب الصف الأول ضروري إنه الكتب تكون جديدة، لأن تدري هذا يفرح عندما يعني يشوف كتاب جديد.
طيب العبور في الطاقه القياده يعني خصوصا حضور القراءه والرياضيات بالصف الاول شيء مهم انه تكون جديده. لان احنا الان عندنا في حدود 65 الى 70 طالب صف اول يعني بالشعب الف وباء. يعني قدرنا نوفر تقريبا حوالي 40 قراءه جديده والباقي القراءات اللي يعني محتفظين قبلها من العام الماضي يعني النظيفه خلينا نقول هي مستعمله بس نظيفه انطيناها للطلاب الباقين. بس في التنوع الطالب يعني يحس انه يقول لك هذه نشره جديده وهذه عتيقه. فاحنا روضناها لقناعه قراءه جديده لقناعه رياضيات شويه مستعمله. حلو. واللي لقيناه قراءه جديده يعني عتيقه خلينا نقول قناعه رياضيات جديده وهكذا. حتى في سبيل ما نخلي يعني شلون نقول فتصير ملل عند الطلاب او مثلا حاله فروقات بين الطلاب. جيد. استاذ ايوب انا اريد اسالك على عدد النازحين، عدد الطلبه النازحين من اصل 360 طالب او تلميذ في المدرسه. يعني العام الماضي كان عندنا حدود 80 طالب. نعم. السنه يعني وصل تقريبا حدود 40 طالب الى 35 طالب عندنا نازح. 35 او 30 تقريبا. راح ذولا تقريبا يكملون معكم السنه الدراسيه هذه. ان شاء الله، يعني احنا وفرنا لهم حقيقه للامانه حالهم حال ابن المدينه مالتنا. نعم. ما فرقنا عن ابن مدينتنا. نعم. طيب بالنسبة للوضع الدراسي يعني بس هذا شوية خروج عن الموضوع بشكل بسيط، الوضع النفسي للنازحين الطلبة النازحين ده تشوفون مستوياتهم مثل مستويات أبناء المدينة لو أيضا يعانون لو استطاعتوا أن تستوعبوهم؟ يعني إحنا العام الماضي أدنى طلاب من القضاء دي كان أفضل حتى من طلاب اللي عندنا. نعم. وطالب من الرتبة كان عندنا يعني طالب ايضا مستوى حلو، بس اكو طلاب لا للامانه خصوصا اللي يسكنون في الهياكل يعني الله يعينهم، يعني انا اشوفهم دائما يجون يعني بوضعيه يعني حقيقه متعبه شويه، بس هذا اللي علي اقدمهم اياه حقيقه، يعني انا ما اخفي كثير، يعني يمكن احنا مدرستنا يدري استاذ مهدي يدري استاذ منزل، احنا مدرستنا لو اسمنا الدارس متميز في سامره. نعم. يعني التكافل الاجتماعي بها على اعلى درجه، الحمد لله شكر ملاكنا يعني يعني ناس خيرين جدا يطول الفقير ويساعدون، بس للامانه يعني اكو بعض عوائل يعني حقيقه اللي ساكنين خصوصا بالهياكل يعني وضعهم وضعهم شلون يقولون مظهرهم يعني متعب خطير متعب جدا والله. نعم. زين كابتن ايوب كمستوى تعليمي اكو تباين، يعني اكو طالب تلقى اموره زينه بالدراسه واكو طالب هو حسب يعني اهله يقروا او ما يقروا. نعم. فقط يعني الاهل ما ممكن المدرسه تحت الاستاذ ترفع مستوى الطالب اذا ما يكون لها دور في متابعه الطالب ومتابعه واجباته، يعني هاي كلها تعاون مساعده في رفع مستوى العلم. حلو. كابتن ايوب بدي اسالك على موضوع الرياضه، يعني درس الرياضه باعتبارك انت كابتن معروف و هذه الرياضه مهمه بصراحه. اربع درسين عندي يعني بالمدرسه. نعم. والدليل انه هسه احنا سوينا مرسم في المدرسه كلفنا بحدود مليونين دينار، ان معلمه الفنيه تبرعت بمليون دينار في سبيل انشاء هذا المرسم. حلو. وان شاء الله هالاسبوع احنا نفتتحه، ويعني صدق مرسم يليق بابنائنا التلاميذ. نعم. والرياضه؟ مثل الرياضه ايه؟ فحقيقه معلم الرياضه اللي عندي اي طلب له جواب، يعني انا اصلا مدرب مال كره قدم فاعتز بمعلم الرياضه حقيقه يعني. نعم. ودا يطلعون يعني طلبه جيدين بالرياضه يعني بكره القدم؟ احنا اليوم الحمد لله والشكر تربيه صلاح الدين اليوم حققنا المركز الثاني على العراق، يعني احنا جينا البارحه من بغداد اليوم كنا في المديرية العامة وسلمنا الكاس لأستاذ نزهر، احنا ثاني على العراق في بطولة يعني ال نعم قطع اتصال. نعم. الفاصل أعزائي المشاهدين قطع الاتصال، راح نحاول إن شاء الله نعاود الاتصال بأستاذ أيوب وراجعيكم إن شاء الله. اهلا بكم اعزائي المشاهدين مجددا. يعني ضروري بصراحه الاهتمام بالطالب من الناحيه العلميه ومن الناحيه الجسديه او الجسميه، يعني قضيه الرياضه. والله اني فرحت بصراحه استاذ ايوب يحكي لنا على مرسم صرفت عليه المدرسه مليونين دينار، وايضا معلمه الرسم ايضا من جيبها الخاص صرفت مليون على المرسم حتى تهيئ اجواء جيده ولطيفه وجميله للتلاميذ حتى يستطيعون ان يرسمون أحلامهم ويرسمون ما يشاءون في هذا المرسم. هذه قضايا ضرورية جدا لتنشيط ذهنية الطالب. كذلك قضية رياضية، يعني فرحنا والله أنه حققوا جوائز على مستوى العراق وهم مهتمين، ويبدو أنه اكتشفوا مواهب
عند الطلبة مواهب رياضية، هذه أيضا مهمة لأنه إحنا نحتاج لكل التخصصات. المجتمع العراقي أو العراق بشكل عام يحتاج إلى هذه المواهب، إلى تخصصات عديدة. ورجع ويانا أيضا كابتن أيوب. كابتن أيوب أهلا وسهلا بك مجددا. الله يسلمك. أي كنت تحكي لي على موضوع الرياضة. استاذ الرياضة درس حال الرياضيات، حال العربي درس مهم لازم يصير. يعني اكتشفت مواهب استاذ أيوب، يعني يطلع طاقاته بالمدرسة. نعم. يلعب يتونس، ما يصير كله دراسة. اكتشفت مواهب من خلال التلاميذ، يعني راح يصيرون اسماء لامعة مستقبلا. الحمد لله وشكرا. يعني رغم تأسيسها جديد صار 5 سنوات، ولكن استطعنا يعني في السنة الماضية وقبلها صارنا نحرز كأس بالكرة الطائرة وكأس في كرة القدم، يعني إنهم إن شاء الله. وفي الساحة ميدان المهرجان اللي صار قبل 3 سنوات هذا استطعنا نحصل على مركز ثالث بالمسير، يعني كفى حركة رياضية إن شاء الله. أنا أسألك أيضا على موضوع التجهيزات الرياضية أستاذ أيوب، باعتبار أن التجهيزات الرياضية أيضا جزء من التجهيزات في التربية. هل هناك ساحة مهيئة تجهيزات؟ نعم. استلمنا من التربية 20 تراكسوت مع الفريق المسير مع المدرسة. نعم. واستلمنا سيتي الدراسات، يعني سنة بعد سنة نسلم على التيكيت إضافة إلى الكرات. بس السنة ما جهزنا كرات لأن الوضع التدريبي ما تعرف بعد النبي، يعني النشاط الرياضي بعد ما اشترى كرات فلن يشتروا يجون، يعني حقيقه. بس السنه ما استلمنا. طيب بالنسبه للدوريات استاذ ايوب، هم تصير دوريات كل سنه مع باقي المدارس؟ النشاط الرياضي قسم تربيه سامره، يعني نعم. استاذ طارق مسؤول عنه، نقسم سامره الى قطاعين او الى 4 قطاعات. نلعب تصفيات بين المدارس بيناتها، وبعدين تصير مباريات نهائيه، يعني شلون نقول بين قطاع وقطاع، يعني بين مجموعه ومجموعه. ونصير دائما يعني حريصين تربيه سامره، قسم تربيه سامره على ده. يعني سنويا السباقات الرياضيه بالابتدائي والمتوسط والاعدادي. جميل جدا. استاذ ايوب، يعني طلباتك باعتبارك انت الان مدير مدرسه، هي مدرستك ابتدائيه اعتقد، مو ان كنت مخطئ شوي. نعم ابتدائيه. ابتدائيه نعم. طلباتك بخصوص المدرسه، طلبات عامه توجهها لوزاره التربيه، لمديريه التربيه في صلاح الدين. يعني استاذ السنه حضرنا ليله توازي بالمدرسه. نعم. نفتقد فقط يعني تراب مع الحداثه، رجعنا البلديه اكثر من مره، حاولت تدري التسياره ب 110 دينار، والله غاليه. وانا حقيقه من النوع اللي يعني لا اجبح من ولا مطالب ولا اخذ من ولا مطالب. لان اشوف يعني الوضع الاقتصادي اللي مر به صعبه، فقلنا انه البلديه تجنبت. يعني كملوري ساعدنا في انشاء حديقه، يعني احنا بدينا نشينا الحديقه حقيقه حلوه جدا، وحملت مدرسه تنا بيتنا اللي اطلقتها المديريه العامه مالتنا. يعني مدارس سامره الحمد لله والشكر اقدر اقول لك، مو بس مدرستي، مدارس سامره بصوره عامه تميزت بهاي الحمله. صحيح. يعني صبغ المدارس، تعمير المدارس، بتصليح الرحلات، بانشاء الحدائق، بحفر الابيار التوازيه، يعني حقيقه كانت مدارس سامره مدارس متميزه جدا. يلا انا اتمنى لكم التوفيق شخصيا لحضرتك استاذ ايوب. اشكر قناتنا يعني قناه العزيزه علينا قناه سامره. الله يحفظك، شكرا جزيلا لك ونتمنى لكم التوفيق استاذ ايوب مدير مدرسه الاوس، شكرا جزيلا لك. اعزائي المشاهدين فاصل قصير ان شاء الله ونعود اليكم. أعزائي المشاهدين، هذه الصور اللي عرضناها حقيقة أثناء البرنامج هي عبارة عن المناهج الدراسية، بعدها في كراتينها وموجودة في مخازن المدارس، وصلت إلى المديريات، في حتى النازحين بالمناسبة، يعني بعض الصور تمثل النازحين في صلاح الدين وفي نينوى اللي هي الآن نازحين في كركوك وغير كركوك. بصراحة وصلت هذه المناهج إليهم وبدأ التوزيع، وإحنا شفنا نموذجا محافظة صلاح الدين، يعني تقريبا مفصل مدير المدرسة مفصل مهم باعتبار هو على إيده وزع هذه المناهج. أيضا كان عندنا لقاء مع مدير عام تربية سامر، تربية محافظة صلاح الدين أستاذ مزهر، أيضا تكلم بمنتهى الصراحة على النسب والتوزيع، وأنه ما يكون هناك مشاكل، وأنه خلال أسبوعين قادمة إن شاء الله يستكملون توزيع كل المناهج لكل المدارس في محافظات صلاح الدين. أيضا عندنا مثال آخر
مديرة مدرسة متوسطة الإسراء الست إسراء سعيد أيضا معنا على الخط. أهلا وسهلا بيك ست إسراء. أهلا وسهلا يا هلا. حياك الله ست إسراء. لو تتكلمين بتجربتك في موضوع توزيع المناهج الدراسية في متوسطة الإسراء. أولا السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة لموضوع توزيع الكتب، احنا في البداية يعني كان استلامنا للكتب يعني بالنسبة للمناهج كان يعني اكو قلة، بعدين يعني من نحتنا سيد المدير العام بتوجيه من عنده بدوامنا بيوم الجمعة والسبت تفقد انه اسبوع بعد اسبوع واستلامنا لإكمال استلام الكتب، فالحمد لله قدرنا انه نخلص موضوع النقص بالمدرسة واكتفينا الحمد لله والشكر. يعني حاليا كنسبة لتوزيع الكتب من يعني 85 إلى 90% توزعنا أو حاولنا نسد النقص الموجود بالنسبة للكتب والقرطاسية. نعم، عدد طالباتك ست إسراء، عدد الطالبات في المدرسة ايش قد عددهم؟ أنا عدد الطالبات حاليا وصلوا إلى 650 طالبة، 650 طالبة. نعم، وتقريبا 80 إلى 90% وصلت نسبة توزيع المناهج لهم؟ اي الحمد لله. اي هو احنا كان عندنا نقص. نعم. وبعدين الحمد لله والشكر يعني وفروا الكتب يعني تقريبا الاسبوع اللي مضى قبله حثوا علينا ويعني وجهونا انه يعني نكون متواجدين بالمخازن، مخازن التربيه سامره، ونستلم الكتب ونبتعدين ونزحنا حتى نسد النواقص الموجوده عندنا. حلو، مدرستكم انتم في سامراء ست اسراء؟ اي سامرة. نعم، عندكم طالبات نازحة في المدرسة؟ اي عندي. عددهم تقريبا ايش قد؟ انا عدد الطالبات النازحات 150 طالبة. نعم، ذولا ست اسراء ما يمثلون عبء على المدرسة لو محسوب حسابهم من قبل المحافظة؟ هو ما اقول لك يمثلون او ما يمثلون، هو طبعا احنا بطبيعة الطالب النازح احنا نستقبله يعني بصورة كلش طبيعية. نعم. ما نقدر احنا نقول له ما نقدر نقبلك او ما نخليك او ما نوفر لك. نعم. يعني بعض الطالبات مثلا يجوني من غير مدارس، كم يكونوا بمنطقة ثانية يعني من داخل سامراء بس يغيرون محل السكن مالتهم فيجون بالمدرسة. يعني إذا المدرسة الموجودة اللي هم كانوا موجودين فيها سلمتهم كتب، أنا إذا عندي كتب أوفر لهم كتب أنطيهم إياها، لأن هذا الكتاب يعني هو حق مشروع للطالب. نعم. احنا منين نقدر نقريه او نكتبه او ندرسه اذا ما نوفر له كتاب؟ فهم كنسبه هم ما محسوبين بالتوزيع، بس احنا من نعطيهم لازم احنا نوفر لهم كتب. نعم، بالنسبه للمواد او المناهج الدراسيه من العام الماضي، يعني انا استاذ ايوب قال لي 50 الى 60% كتب جديده والباقي من العام الماضي. بالنسبه لمتوسطه الاسراء ايضا نفس النسبه. أي. يعني انتم عندكم من العام الماضي كتب وزعتوها؟ عندنا عندي مدور. نعم. كملت المدور، انطيت سلمت المدور ومن بعدها كملت الكتب اللي انا استلمتها من التربيه. زين. من المخازن. ست اسراء انتم يعني هل احصيتوا الكتب اللي صار عليها تحديث؟ يعني انا اتمنى تنطيني اسماء الكتب او المناهج اللي صار عليها تحديث، لانه بصراحه عليها لغط كبير. يعني هل هي عددها كبير؟ يعني اسمائها، عدد الصفحات، يعني بشيء من التفاصيل اذا تملكيها. هو احنا المناهج تقصد كمناهج تغيرت؟ يعني تقصد نعم نعم تغيرت وتحتاجون طبعات جديده. هو احنا الطبعات الجديده يعني ككتب سابقه، يعني خلينا نقول كتب المناهج كلها ما عندها طبعات جديده، هن الان صارت طبعات جديده بنفس المنهج بس مجرد استحدثوا الطبعه. نعم. اما السنه صار عندنا تغيير بالمناهج، يعني بالنسبه للمتوسط صار عندنا تغيير منهج ماده اللغه العربيه اللي هو قواعد اللغه العربيه، صار عندنا بالنسبه للاول وماده العلوم وماده الرياضيات، يعني استحدثوا هذه الماده، يعني سوى منهج جديد. هذا بالنسبه للاول. يعني الاول متوسط بس ست اسراء بدون زحمه عليك، يعني الاول متوسط قواعد اللغة العربية والعلوم والرياضيات، يعني ثلاث مناهج بالأول متوسط لازم طبعة جديدة لأنه هذه منقحة. هذه منقحة طبعة جديدة. نعم. لأن إذا يعني بالسابق إحنا العام كنا ندرس بالنسبة للعلوم بس أنا أكون علوم، كان أكون كيمياء فيزياء أحياء. نعم. السنة صار عندنا مادة علوم، مادة العلوم هذه المادة المستحدثة. يعني لازم توزعين 100%، التوزيع لازم 100% لذن الكتب الثلاثة. إيه ولازم طبعا هذا الشيء جديد. نعم. رياضيات هم لازم 100%. نعم. لانه ماده جديده تختلف عن الماده السابقه، وايضا ماده اللغه العربيه قواعد هو اذا يعني اذا تسمح لي
ما بك القواعد، هو اكو بها يعني الموضوع انه بدل ما كتاب قواعد وكتاب مطالعه وكتاب املاء صارت كلها كتاب واحد. اها. يعني جمع الماده في سبيل هو طبعا هو بها فائده. فائدتها يعني احكي فيها انه باعتبار انه انا كمدرسه لغه عربيه. نعم. الموضوع انه بدل ما المدرس اليوم مثلا يجيبوا قواعد او باش يجيبوا املاء او باش يجيبوا مطالعه يقدر يمشي الماده على حسب تسلسل الصفحات. نعم. يعني اليوم مثلا الصفحه هذه مثلا صفحه المطالعه درسوها كملوا باشر مثلا املاء باشر مثلا بعده القواعد فهذه الماده المستحدثه بالنسبه لهذه القواعد. بالنسبه للصف الثاني ماكو اي تغيير بالمنهج. أها. كل المناهج نفسها. ثاني المتوسط يعني ماكو عندي مدوى الثاني المتوسط ماكو تغيير بالمناهج كل شيء ماكو تغيير بالمنهج. نعم. لا لا نفس كتبهم مجرد ان احنا ساعدنا مدور الموجود مالت السابق. وتدري هم مثلا هو الشيء الاهم من كل هذا انه الادارات تحث الطالبات على المحافظه على الكتاب. يعني هذا ترى شيء اساسي انه الطالب ويعني يحث الاداره والمدرسين على الاهتمام بالكتاب. كيف تكون تتاخر الكتب فتره ماكو هو كتب ما نستلمها. نعم. وانا تتاخر لربما علينا فتره بسيطه نقدر احنا نكمل بها المواد. احنا ساعدنا المدوات. نعم. بالاضافه للي احنا استلمناه اكتمل ان شاء الله. يعني الصف الثاني اقول لك اياها 100% مستني الكتب ما عندي نقص. يعني حتى اذا اكو احد مثلا يجيني كنقل وعنده مثلا نقص كتاب او كتابين اقدر انا انطيه من عندي. ممتاز جدا. بالنسبه للثالث متوسط؟ الثالث متوسط اي. الثالث متوسط هم مناهجهم كلها مكتمله ما عدا ماده الانجليزي، ماده الانجليزي مستحدثه مو ما مكتمله، وانما نعم. مستحدثه. يعني طبعه جديده. طبعة جديدة، أي طبعة جديدة تختلف اختلاف جذري عن طبعة الإعلام. طيب ست إسراء. نعم. ست إسراء أنا أريد يعني أيضا هل هناك مستلزمات أخرى أنتم تحتاجوها للبنات؟ الآن أنتم مثلا مقبلين على يعني برد وشتاء، يعني هل هناك أكيد. مستلزمات أخرى تحتاجها المدرسة ممكن توفرها مديرية التربية أو الوزارة؟ والله هي المستلزمات اللي يعني اللي خلينا نقول مثلا نقدر كان نكون احنا يعني الطقس بدا يعني بالتغيير وبدا فصل الشتاء. يعني اللي نحتاجها كان اكثر شيء انا اقول لك يعني خلينا نفكر بالطالبات النازحات. نعم. يعني الطالبات اللي هنا مثلا من المنطقه او الطالبات النازحات والمتعششات. كان تكون مثلا نحتاج الى يعني يعني تبرع ب يعني قماصل ب مثلا بلوزات يعني اشياء مثل نقول يعني ابدا فيهم. وهمات يعني اكو اشياء اخرى مثلا ربما نقدر احنا نزودهم يعني بالمدافع يعني خصوصا مثلا بالصفوف. يعني احنا ما نقدر يعني بصوره عامه كمدارس او كادارات ان احنا نقدر نوفر هذا الشيء. كانت تكون مثلا المديريه تقدر تساعدنا بهذا الشيء وتوفر لنا جزء من المدافع وجزء اخر تقدر ادارات المدارس هي توفره. نعم. يعني هو طبعا انه فصل الشتاء يعني احنا فصل الشتاء صح قصير لكن يعني ما شاء الله يعني كلش بارد. صحيح. فهذا يعني هم فينا. هو ست إسراء يعني احنا بالصيف تقدر نتعالج بالموضوع انه اكو مبردات. نعم. بس بالشتاء ما نقدر. نعم. ست إسراء هو ممكن أي. ايضا المدرسه تسوي صندوق اعانه الطلبه وتخلي هذا ممكن يعني الاهالي. نعم. هذا موجود. نعم. احنا هذا هم موجود، هذا احنا مستحدثيه وهذا احنا يعني خلينا نقول ماشيين فيه، مو بس للطلبه، يعني حقيقه يعني مو بس احكي على مدرستي، اغلب المدارس انه مثلا نقدر احنا من الطلبه الطالبه المتمكنه المدرس المتمكن نقدر احنا من المدرس. يعني احنا هسه مثلا عندنا من المدرسات نفسها نجمع ما اقول لك شهريا بس بين فتره وفتره او بين شهر وشهر مثلا عرفنا طالبه محتاجه نجمع احنا مثلا احنا كاداره نجمع ونشتريها. كانت تكون ملابس كانت تكون مثلا اهلها محتاجين يعني شيء مثلا بالبيت. يعني احنا قبل فتره طالبه من الطالبات كانت محتاجه يعني اهلها ما عندهم طباخ. نعم. نقدر نساهم ونشتري في هذا الشيء. طبعا يعني ما عندنا مشكله بالمساعده. طبعا ست اسراء هو المجال مفتوح حقيقه للاهالي ومفتوح لاهل سامره مشكورين اهالي الطلبه لدعم العمليه التعليميه دعم المدارس في ظل هذا الظرف ظرف النازحين. أكيد. وظرف الحرب اللي مر به العراق وظرف التقشف وبالنتيجه النهائيه هو التلميذ واهله والمجتمع. أكيد. والمدينه. أي. والعراق بشكل عام هو البلد هو راح ينتفع العام. من هذا الامر. صحيح صحيح. نعم. أنا أريد أسألك ست إسراء أيضا في موضوع المناهج بالذات باعتبارك أنت مديرة مدرسة ومدرسة لغة عربية وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق في موضوع المناهج. هذه قضية تغيير المناهج، هل أكو تحسس من قبل الطالبات خاصة طالبات الصف الأول المتوسط من المنهج الجديد، تخوف من عنده،
هل مخلين في بالكم انه تتجاوزون هذه خلينا نقول العقبه، تخففون على الطالبات هذا الامر، وانه هذا الامر سهل ويسير، وان المناهج اللي يعني من تتغير للاحسن؟ هل يوجد هذا التخوف عندكم؟ اول شيء اكيد هذا موضوع مهم، انه الطالب يعني خلينا نقول يعني كفكره انه هو مفكر انه المناهج خلينا نقول مثلا اذا طالب بعدها اخذها مثلا بالاول هي تفقد السنه بشكل اول كتكون مطلعه على الماده، من جد شافت ماده جديده شيء كذا راح يكون عندها دافع للخوف انه هذا الماده تغيرت اذا الماده تجد اصعب. لكن احنا يعني الشيء الاهم انه لو لا يعني كمقترح انه تغيير المناهج يعني ما يصير بهالفتره المحدوده، يعني كيف بالعطله نقدر احنا بالعطله تتغير المناهج تطبع الطبعات الجديده توصل للمدارس من ثم احنا يعني احنا في البدايه يعني ما كنا نعرف انه اكو مناهج جديده، يعني بعد فتره عرفنا المنهج تغير. لكن الحمد لله احنا يعني حاليا ماشيين ويا عمليه التدريس بالمنهج الجديد. صحيح. حتى المدرسات يعني دخلوا دورات، اللي دخلت دوره دخلت درس تدريبي. ممتاز. يعني الحمد لله قدرنا احنا يعني نماشي العمليه التربويه بصوره مو بالله سريعه وانما صوره يعني مبسطه وصوره سهله. شيء اخر الطالب احنا عاده الطالب يصير عنده خوف مو بس من المنهج، يصير عنده خوف خصوصا الطالب المتوسط اللي بالصف الاول، انه مرحله انتقاليه ما بين الابتدائيه وما بين المتوسطه. بصوره عامه احنا عاده يعني نحاول نمتص الخوف من عنده، ما نخليه خايف، نحكي وياه نراعي هذه الماده مثلا سهله احنا يعني وياكم ما عرفتوا ما فهمتوا نعيد الموضوع مره ومرتين، يعني الحمد لله انا والله لا يعني اعمم الموضوع ولا اقصص، بس بصوره عامه احنا نحاول دائما ان الطالب نحاول نطلعه باحسن يعني صوره ونخليه الى احلى فقره واحسن فقرات انه يفهم الموضوع، حتى اذا المدرس عاد الموضوع اي مره او مرتين او ثلاث مرات. ست اسراء سعيد هو المدرس الخدمه الطالب. ست اسراء سعيد اني اشكرك شكر جزيل، مديره متوسطه الاسراء، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في مسيرتكم التعليميه لهذه السنه. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود بعدكم بعدها لمتابعة هذه الحلقة. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، مثل ما شفنا هذا الماراثون الجميل من قبل مديرية تربية محافظة صلاح الدين لتوزيع المناهج الدراسية، طبعا مشكورين مدراء المدارس المديرية إلى آخره، كل هذه الجهود جهود جميلة ولطيفة ومباركين عليها، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لجميع المديريات ولوزارة التربية. أعزائي المشاهدين راح نأخذ شوية في الجزء المتبقي من الحلقة حول موضوع أيضا كثر عليه الجدل حول قضية التعليم العالي القبولات المركزية، لكن قبل ما نسلط الضوء على هذا الموضوع خلونا نشوف هذا الفيلم اللي به رمز وبه معنى مهم جدا بالنسبة للطلبة في بداية عامهم الدراسي الجديد وخاصة في الجامعات، خلونا نشوف. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، مثل ما شفنا هذا الفيلم يعبر ببساطة وبشكل واضح على أن هناك طير مختلف عن مجموعة طيور صغار يحاربونه وما يتقبلون وجوده، وبعدين هو خلينا نقول بسذاجة يطير من مكانه ويجي يحشر نفسه بيناتهم وهم ما يردوا، وبالنتيجة يحاولون يتخلصون من عنده، لكن من يتخلصون من عنده هو يطلع من المجموعة سالم وهم يتأذون وما يبقى عندهم ريش مثل ما شفنا. هذه رمزية هذا الفيلم تدلل على أن الطالب حين يقبل على عام دراسي جديد النازح من يجي إلى مدينة ينزح إلها المفروض الطلبة يهتمون به ويحتضنوه ويستوعبوه، أيضا الطالب الداخل إلى العام الدراسي الجديد، وأيضا الموضوع إلى علاقة بقضية القبولات المركزية والضجة اللي صارت حول هذه القبولات وأنه لازم كل طالب يأخذ استحقاقه من كلية أو معهد. معنا الكاتب والإعلامي سرمد الحمد على التليفون.
اهلا وسهلا بك استاذ سلمان. اهلا وسهلا بك دكتور. حياك الله استاذ سلمان. انت كتبت مقاله على الفيسبوك، على صفحتك في الفيسبوك، تتكلم فيها عن ضوابط لقبول، ضوابط لاختيار الكليه والاختيار المعهد من قبل الطالب، حتى واحد لا يروح يختار كليه او معهد هو بالنتيجه ما راح ينجح بها او راح يتعرض لصعوبات وعقبات. اذا ممكن تختصر لنا ما موجود في هذه المقاله حتى نستفيد معاك من عندها. اهلا وسهلا بك دكتور، واهلا بالمشاهدين الكرام. الحقيقه هي المشكله تبدا ما قبل القبول، يعني قبل ان يتخرج، يعني ينهي الطالب مرحله ثانويه اللي هي تبدا بالمرحله الثانويه نفسها. نعم. اللي هو انه يختار الطالب ما بين التخصص العلمي او الادبي. يعني المفروض كان في هذه المرحله الطالب يختار ويستشار الأهل والمقربين إلى حتى لا يدخل في تخصص وبعيد عن ما يريده وبالتالي يفشل. نعم، يعني هذه الخطوة الأولى تعتقد. نعم. أنه من اختيار العلمي والأدبي حتى بعدين يختار شيء يتناسب مع العلمي والأدبي، يبني على ما بدأ به في مرحلة الإعدادية. نعم، لأن كثير من الطلبة يختارون تخصص علمي ثم يفشل في هذا التخصص، وأنا شفت كثير من الأصدقاء والأقارب والجيران اللي فشلوا في هذا التخصص ثم حولوا إلى التخصص الأدبي. لذلك على الطالب أنه ينتبه إلى هذه المسألة، يستشير أهله، يشوف إمكانياته المتاحة إليه هي تأهله للأدبي أو علمي. هذا من جانب. جانب الآخر، راح تبدي مرحلة أخرى من حياة الطالب اللي هي مرحلة أنه نجح من الثانوية وانتقل إلى مرحلة الكلية، راح يدخل في قلق وضغط كبير عليه حتى يختار التخصص اللي راح يناسبه مستقبلا. نعم. طبعا وانا مثل ما تفضلت حضرتك كتبت مقال او جثت فيه هذه الاشياء. على الطالب اللي يحب انه يختار اختيار صحيح وصائب حتى ياهله الى اختيار صحيح في الكليه، ان يختار التخصص اللي يتناسب مع امكانياته العلميه. استاذي العزيز، ليس من المعقول ان يتقدم طالب بتخصص لا يتناسب مع امكانياته العلميه، مثلا يروح تخصص انجليزي او لغه عربيه او اي تخصص اخر وهو يعني ضعيف في هذا التخصص، وبالتالي راح يفشل، وشاهدنا الكثير من الحالات اللي موجوده. نعم. اثنين، على الطالب ان يختار تخصص هو مبدع به ما قبل الكليه. يعني يكون هو يجيد لغات او يجيد الرسم او النحت او قوي في ماده الرياضيات او الكيمياء او في الفيزياء، حتى يمزج ما بين التخصص اللي الجامعي اللي راح يتخصص به وما بين الاشياء اللي هو كان يتميز بها قبل الجامعه. نعم. استاذ سلمد، يكون انسان مبدع في حياته. نعم استاذ سلمد، الان لو تقدم لنا نصيحه للطلبه اللي طلعت قبولاتهم الان، هل بامكانه ان يغير لشيء يحبه ويرغب فيه في دقيقه لو سمحت؟ والله هو اذا طلع التخصص مالته، يعني هذا يعني من الصعب انه يتراجع عن هذا، عليه يتقبل الامر ويعني يساعد نفسه حتى يمشي اموره، يعني لكي يعني لا تفوت الفرصه. تعرف حضرتك اذا ممكن انه السنه القادمه ما يحصل قبول، وصارت كثير من الطلبه اللي الذين اجلوا في تخصصاتهم، بس احتمال يصير تصحيح في القبولات، ممكن انه يصحح قبوله ويتجه الى قبول يعني اهله كمعدل واهله كعلمية. الاستاذ سلمد الحمد، انا اشكرك شكر جزيل، الكاتب والاعلامي، شكرا لك على مقالتك وشكرا على هذه المداخله. أعزائي المشاهدين، قبل أن نختم الحلقة يعني نتوجه بالشكر بصراحة إلى وزارة التربية اللي سهلت موضوع الطلبة العراقيين في تركيا، صدرت كتاب مهم جدا، حلت مشكلة الآن يعاني منها الطلبة الموجودين في تركيا. مضمون الكتاب يعني يتعلق بدوام الطلبة في المدارس التركية، لأنها سمحت الآن الوزارة لطلبة العراقيين بأن يدامون في المدارس التركية التي تدرس التركية بدلا من المدارس الأهلية، لأن المدارس الأهلية هناك اللي تابعة لوزارة التربية أو تدرس بمناهج التربية ما تستوعب أعداد النازحين من الطلبة، ولذلك وجهت بضرورة أو بإمكانية التحاق هؤلاء الطلبة
بالمدارس التركية وأيضا إكمال دراستهم هناك، ويعتبر هذه الدراسة دراسة معترف بها من قبل وزارة التربية. في نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن الإصغاء، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج عين العلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.